حضروا هالتكريم هيدا لأكيد عدة شخصيات، والشخصية الفنية اللي اختاروها هو نبيل حرفوش اللي هو أنا، ولأنهم شباب يمكن وعندهم نشاط ثقافي وعلى صعيد الوطن وعندهم روح الشباب الحلوة اختاروا هيك أنه يكرمونا، وهيدا نعمة بشكر الله عليها ونعمة للفن بلبنان كمان، لأنه هيك شباب عندهم هالفكر الثقافي وعندهم هالروح الفنية الحلوة يلي اليوم انت بتعرف في المجال الفني في كتير انحدار، يعني عم بينقوا الشباب يلي هني بعضهم حاملين راية الثقافة وعندهم قيمة فنية إن كان من الكلام واللحن والشغل، بقى الحمد لله كان الاختيار لإلي. أصداء. ليش لقوا أصداء؟ لأنه الكلمة حلوة، اللحن حلو، الشغل الموسيقي اللي شغلينه حلو. أنا بتعجب أنه من 20 سنة بيقولوا كان هيدا الزمن الجميل وقت اللي نحن تخرجنا من استوديو الفن وعملنا أغانينا. ليش الموسيقى بتتغير؟ الزمن الجميل لازم كل يوم يكون في زمن جميل، ما زال اسمه زمن جميل وحلو، ليش بدنا نخفيه؟ ليش ما بنحمله معنا إلى الأجيال والأجيال، مثل ما ربينا على أصوات فيروز والست فيروز وديع الصافي والرحابني والست صباح الله يرحمها، يعني هالعمالقة الكبار هودي إرث فني كتير كبير للبنان، ليش بدنا نروح على الانحدار؟ وبوقتهم كان في الأغاني الخفيفة وكان كمان إلها قيمة وحلوة، هيدا الزمن وهيدي القيمة ما لازم ننسيها، بالعكس نحن مسؤولية علينا وهي رسالة برقبتنا نحن الفنانين يلي بتعاطوا موسيقى وفن وألحان وثقافة، هن لازم يحملوا هالثقافة ويرفعوها. لبنان البلدان بشو بتتميز؟ بتتميز بثقافتها بفنها برقية بحضرتها، ما بتتميز بالانحطاط تبعها وبالانحدار، هيدي مرحلة وبتمرق ولو طولت ولو طولت، تأكد بس يحضر الأصيل بيبطل البديل، الأشياء اللي إلها قيمة بتبقى. وأكبر دليل أكبر دليل عمل أغنيتين من بعد 15 سنة، أغنية للأم ما كانت أغنية ناجحة بس كانت بصمة، يعني كانت علامة، مش إنه أغنية بس أغنية ناجحة، كانت علامة وبصمة حقيقة، وهيدا مش بشهادتي أنا، بشهادة ألوف الناس وحتى القيمين على الموسيقى واللي بيفهموا بالموسيقى والتوزيع. ليك هو الفن والموسيقى بستان، يعني في كل وردة بلون وكل شجرة بشكل وجمال، يعني فيك تنوع بالفن منه غلط، إنما تضلك حافظ على المستوى الراقي، لأنه الإنسان هو حتى الفن بحد ذاته هو رسالة وإلهام، إلهام سماوي، يعني ولا ممكن يجي شيء من السماء يكون دون المستوى، صدقني يعني هالإلهامات هالجمل الموسيقية مش أنا بخترعها، هيدا إلهام يمكن ملائكي بيجي وانت بتلحن وبيطلع الكلام وبيطلع اللحن، هيدا مشان هيك بيدخل على القلب وبيخرق وبيبقى بيصير عنده قيمه فنيه. انا بقول هيك لازم نضل، فينا ننوع بالالوان مش غلط، مره تكون الورده لونها احمر مره اصفر، بس تكون ورده مش تكون اصطناعيه وتروح دغري. هلا نحن بصدد تحضير كمان اغنيه من بعد قلبي، بس قبلها نحن بدنا نصور فيديو كليب الله راد والميوزيك نيشن إلها الحصة الكبيرة فيه، والحصة الفنية باللوك والموسيقى وكل الشغل، وأنا بوجه تحية لأستاذ خالد آغا يلي هو خي كبير وهو مرجع لنا، مرجع ثقافي ومرجع إعلامي طيب، أنا بوجه له تحية كتير كبيرة عبركم أنتو، وأكيد الأعمال رح تنتظروها كمان برعاية الميوزيك نيشن والأن أند أند برودكشن كمان. أنا بشجع الكل، كل اللي بتعاطوا الموسيقى والفن ما يخافوا من الأغنية الراقية والموسيقى الراقية، رح تبقى طالما في هيدي الشمعة نحن عم نضويها بهالظلام، هيدا بدل نقول في شمعة مضواية، خلي هالشمعة تضوي شموع تانيين حتى ينتشر هيدا النور، وهيدا النور هو اللي بيعطي السلام، والموسيقى هي لغة الملائكة، لغة الحب، هي اللي بتنشر السلام بتنشر الحب بين الناس. أنا بشكركم جدا على اللقاء.